فضيلة الشيخ عطية، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فما الصلاة الوسطى ولماذا المحافظة عليها بوجه خاص؟ اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على 10 أقوال، وهي موجودة في كتب التفسير. ومن أصح الأقوال أنها صلاة العصر، وعليه جمهور الفقهاء محتجين بأحاديث رواها مسلم وغيره، ومنها حديث الترمذي الذي قال إنه حديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وسائر الأقوال أدلتها استنباطية وليست منصوصة، ولهذا قال ابن عمر والربيع بن هيثم إنها غير معينة، خبأها الله في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان وساعة يوم الجمعة وساعات الليل التي يستجاب فيها الدعاء. روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية وهي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل: هي إذن صلاة العصر. قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى. وقد ارتضى القرطبي في تفسيره أنها مبهمة لتعارض الأدلة ولعدم الترجيح، فلم يبق إلا المحافظة على جميع الصلوات وأدائها في أوقاتها، والله أعلم.